حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبه عن سليمان ومنصور وقتاده سمعوا سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ولد لرجل منا من الانصار غلام فاراد ان يسميه محمدا قال شعبه في حديث منصور ان الانصاري قال حملته على عنقي فاتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث سليمان ولد له غلام فاراد ان يسميه محمدا قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فاني انما جعلت قاسما اقسم بينكم وقال حسين بعثت قاسما اقسم بينكم قال عمرو اخبرنا شعبه عن قتاده سمعت سالما عن جابر اراد ان يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بقنيتي